السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. الحصه غادي نكملوا مع لوطوميستيك مع التمرين رقم 20. هذا التمرين هذا اللي قال لك كيلي لانسيرتيتود. ملي كتسمع لانسيرتيتود فين كتمشي مباشره للبرانسيب دو هايزنبرغ، حيت هو اللي داوي ليا على لانسيرتيتود. قال لك بهايزنبرغ بلي لا ماس ديال داكشي اللي كدرس في لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون لانسيرتيتود ديال دو فيتيس كتساوي هي الكونستون دو بلانك سور دو بي. هذا هو le principe de l'incertitude de Heisenberg. Quelle est l'incertitude maximale sur la position? L'incertitude maximale de la position. Il y a l'incertitude de la vitesse. Des systèmes matériaux suivants. On a fait 4 حالات. كل حاله غادي نشوفوا كيفاش غنجبدوا لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون. بالنسبه لاشنو قال لك؟ قال لك ان اوتوموبيل غولون ا اون فيتيس. هاد اوتوموبيل غولون ماشى بواحد الفيتيس اللي هي السين هنا زائد ناقص شنو؟ 1 كيلومتر في الساعه. مزيان. ايون ا ان ماس 500 كيلوغرام، ولا ماس ديالو ديال هاد الاوتوموبيل شحال هي 500 كيلوغرام. إلا سولتك مين كتشوف هاد الكتاب، مين كتجبد لانسيرتيتود؟ لانسيرتيتود راه هو هذا، هو هاد زائد اللي كيكون مور زائد ولا ناقص. إلا عطاك هاد الكتاب سهل عليك. يعني هنا لانسيرتيتود ديال الفيتيس ديال طافي شنو هو؟ راه هو هاد 1 كيلومتر في الساعة. مخصنيش نخليه بالكيلومتر في الساعة، خصني نحولو للمتر باغ سوكون. إذا هنايا باش نحولو للمتر باغ سوكون كتقسم على 3.6، فهنا هاد 1 مقسوم على 3.6 شحال غتعطيك؟ غتعطيك بلي هي 0.27، 0.27 شنو؟ متر باغ سكون. إوا دابا يا شنو؟ عندك لاماس بالكيلوغرام، عندك لانسيرتيتود دو لا فيتيس باش بالمتر باغ سكون. إذا غتطبق البرانسيب دو هايزنبرغ باش تلقى لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون. عندي بلي ام فوا دلتا إكس فوا دلتا في كتساوي ليا اش سوغ دو بي. يعني من هنا إلا بغيت دلتا إكس غنقسم على ام فوا دلتا في، فهنا تكون هي اش سوغ دو بي ام فوا دلتا في. لابليكاسيون نيميريك يعني دلتا اكس شحال كتساوي ليا؟ شنو هي اش؟ الكونستون دو بلانك 6.623 في 10 بوس ناقص 34 مقسومة على دو بي. بي هي 3.4 مضروبة فاش؟ في لاماس ديال هاد لوطوموبيل اللي هي 500 كيلوغرام، مضروبة فاش؟ في لانسيرتيتود دو لا فيتيس بالمتر باغ سكون اللي هو 0.27، ولا نخليه من الاحسن 1 على 3.6. مزيان. هنا ها هو غادي نكتبها، نكتب بلي هو 1 على 3.6، عيب باش ما يكونش داك الفاصله 1 على 3.6. هادي فاش؟ هادي ف هادي بالمتر باغ سكون، عيب باش هنا نعوضها ديريكت هنا بالمتر باغ سكون. يعني هنا شنو هي لانسيرتيتود دو لا فيتيس؟ هي 1 على 3.6. داك 3.6 شحال وقع ليها؟ غطلع للفوق عاد تضرب هنا 3.6. إذا بالنسبة لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون في هاد الحالة شحال هو؟ الفوق 6.623 مضروبة في 10 أس ناقص 34 مضروبة 3.6، هادشي كامل مقسوم على ياش؟ على 2 مضروبة في بي مضروبة في 500. القيمة العددية شحال؟ هي 7.58 صافي؟ 9.3 في 10 أس أش في 10 أس ناقص 37، هاد القيمة باش غتخرج بالمتر. مزيان. بغيت نحولها لأمسترون، يمكن لي نحولها لأمسترون. دلتا إكس شحال تخرج ليا بالأمسترون؟ راه هي 7.، هنا بالأمسترون يعني خصني ندير صافي غتبقى 7.58 فاش في 10 أس ناقص 27، وعشرة أس ناقص 10 اللي حيدتها من هنا تضرب في المتر هي 1 أمسترون. إذا هذه القيمة بالأمسترون. لاحظ معايا بلي هاد لوطوموبيل من كتستعمل البرانسيب دو هايزنبرغ على هاد لوطوموبيل اللي هي ماكروسكوبيك راه كتخرج قيمة صغيرة بزاف ياك. إذا هذه بالنسبة للحالة أ. أجي نمشيو للحالة ب، كل حالة يكون فيها شي حاجة يعني فيها شي فكرة. إذا بالنسبة لب شنو قال لنا في ب؟ بي قال لك ان بال دو فوزيل دو ماس 2 غرام. اذا هنا عطاني واحد البال دو فوزيل لا ماس ديالته بالنسبه للبي
لا ماس هي 2 غرام تحولها للكيلوغرام، يعني هي 2 في 10 اس ناقص 3 كيلوغرام. زيد شنو عطاني؟ قال لك دو دون لا فيتيس اي 700، لا فيتيس هي 700. هنا قال لك بلوس او موان اش 10 متر بار سكون، هنا عطاني الوحده بالمتر بار سكون. يعني بالنسبه ليا هنا لانسيرتيتود دو لا فيتيس شنو هو؟ هو اللي موان بلوس او موان. يعني هنا دلتا في شنو هي؟ هي داك 10 متر بار سكون. مزيان، لا ماس هي لانسيرتيتود دو لا فيتيس هو. اذا هنا البرانسيب دو هايزنبرغ دلتا اكس لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون ماكسيمال شنو هو؟ هو اش سيغ دو بي فوا ام اللي هي لا ماس ديالو فوا اش فوا دلتا في. اذا هنا لابليكاسيون نيميريك تعطيني اش هي 6.623 في 10 اس ناقص 34. هادشي كامل مقسوم على اش؟ مقسوم على دو بي. نضرب في لا ماس بالكيلوغرام اللي هي 2 في 10 اس ناقص 3، نضرب في لانسيرتيتود دو لا فيتيس اللي هي 10 متر بار سكون. فهنا غادي نحسب القيمه العدديه هنا عندي دو بي مضروبه في 2 مضروبه في 10 اس ناقص 2، حيت 10 اس ناقص 3 في 10 هي 10 اس ناقص 2. القيمه العدديه ديال لانسيرتيتود دو لا بوزيسيون شحال كتساوي؟ راه هي 5.27 في 10 اس ناقص 33 متر. نحولها للامسترون، دلتا اكس شنو هي؟ هي 5.27 في 10 اس ناقص 23 امسترون. درت والو، غير قسمت على 10 وضرب على 10 اس ناقص 10 وضربت في 10 اس ناقص 10. دوزو دابا بالنسبة للسي، السي شنو عطانا؟ قال لك اون بروتون، هادو كانوا بالنسبة للشيل ماكروسكوبيك، لاحظتي القيم كيخرجوا صغيرة بزاف بالنسبة لانسيرتيتود ماكسيمال دو لا بوزيسيون. أجي نشوفو بالنسبة للشيل ميكروسكوبيك، يعني بالنسبة للبروتونات، النوترونات، الإلكترونات إلى آخره. يعني دابا عندنا واحد البروتون بالنسبة للسي، السي قال لك اون بروتون، اون بروتون دو لا فيتيس إي ديتيرميني أ 1 متر بار سكون بخي. C'est un proton dont la vitesse est déterminée 1 millisecond prix. Il y a dit 1 millisecond prix, il y a l'incertitude de la vitesse. Il y a 1 mètre par seconde. Bien. Pour la masse de proton, il y a la masse de proton. Je vais vous montrer la masse de proton. Il y a 1 facile. 7. 3 في 10 اس ناقص 27 كيلوغرام. اذا غنطبقوا البرانسيب دو هايزنبرغ، شنو يعني دلتا اكس؟ راه ما هي الا اش سيغ 2 بي ام ديال البروتون فوا دلتا في. هنا لابليكاسيون نيميريك 6.623 في 10 اس ناقص 34 مقسوم على اش؟ على 2 بي فوا لا ماس ديال البروتون اللي هي 1.673 في 10 اس ناقص 27 مضروبه في لانسيرتيتود دو لا فيتيس اللي هو 1. القيمة العددية شحال تخرج؟ هنا 2 بي مضروبة في 1.673 في 10 اس ناقص 27. القيمة العددية هي 6 دلتا اكس هي 6.3005 في 10 اس ناقص 8 متر. نحول الامسترون دلتا اكس، يعني هنا 10 اس ناقص 8 نضربها في 10 اس ناقص 2 وهذه نضربها في 10 اس 2 تولي 630.05 في 10 اس ناقص 10 متر اللي هي امسترون. لاحظ معايا بلي القيمه هنا يعني كتخرج في ليشيل ميكروسكوبي كتخرج واحد القيمه اللي هي يعني معقوله، بينما في الفيشيل ماكروسكوبيك كتخرج قيمه صغيره بزاف. اذا هذا بالنسبه للسي. نشوفوا الدي اللي هو اخر حاجه غادي نشوفوا. الدي قال لك ان الكترون، مزيان قال لك ان الكترون دينيرجي سينيتيك ايغال، عطانا لينيرجي سينيتيك شحال هي لينيرجي سينيتيك؟ عطانا بلي لينيرجي سينيتيك ديال الالكترون اللي هي او سي بالنسبه للدي اللي هي 54 الكترون فولت حول الجول.
هي 54 في 1.0 في 1.6 في 10 أس ناقص 19 جوب. أعطانا حتى قال لك اللوغوغ غولاتيف سوغ لينيرجي اي 1%. لوغوغ سوغ لينيرجي داك النسبة اللي كيعطيك شنو هي؟ راه هي ديال طاف في سوغ في. شحال عطاها لنا؟ 1%، هي 1 على 100 اللي هي 0.01. دابا حنايا ها هي عندنا لوغو، الا بغيت ديلتا في من هنا شنو هي ديلتا في؟ راه ما هي الا داك لوغو اللي هي 0.01 مضروبه فاش في في. في ما عنديش، مي عنجبد في من لينيرجي سينيتيك اللي عطاني. انا راه في لينيرجي سينيتيك هي 1 على 2 ام في او كاري، يعني من هنا الا بغيت في شنو غتكون؟ هي الغاسين ديال 2 اس سي مقسوم على ياش على 2 اس سي مقسوم على داك لاماس ديال الالكترون. هادي راه لاماس ديال الالكترون، هادي هي لينيرجي سينيتيك ديال الالكترون. يعني بالنسبه ليا هنا غتكون دلتا في شنو هي؟ راه هي 0.01 في الجذر ديالاش 2 اس سي. شنو هي اس سي؟ هي 54 فاش في 1.6 في 10 اس ناقص 19 مقسوم على لاماس ديال الالكترون. بالنسبه لاماس ديال الالكترون شكون في التمرين هنا؟ هي 9.11 في 10 اس ناقص، هي 9.11 في 10 اس ناقص 31 كيلوغرام، ياك 28 غرام تحول للكيلوغرام. مزيان، اذا هنا غادي نحسب هذه القيمه هذه 0.01 مضروبه فاش في الجذر ديالاش ديال 2 مضروبه في 54 مضروبه في 1.6 في 10 اس ناقص 19 مقسوم على ياش على 9.11 في 10 اس ناقص 31. القيمه شحال؟ ديتا في راه هي 4.345 متر بار سكون. مزيان، هذه هي ديال طافي اللي خرجت ليا تما 10 اس ناقص 19 ولتحت 10 اس ناقص 31، ما علينا. المهم هذه هي القيمه اللي خرجت لي ديال طافي. غادي نرجع غادي نطبق البرانسيب دو هايزنبرغ اللي اش كيقول لي؟ كيقول لك بلي دلتا اكس جبدها من تما. دلتا اكس شنو هي؟ دلتا اكس بلي هي اش سيغ دو بي لا ماس ديال دابا الالكترون فوا ديال طاف في. اش هي 6.623 في 10 اس ناقص اش 10 اس ناقص 34 مقسوم على ياش على 2 بي مضروبه في لا ماس ديال الالكترون شحال هي؟ هي 9.11 10 اس ناقص 31 مضروبه في دلتا في اللي هي شحال؟ اللي هي 4.355 القيمة ديال دلتا إكس شحال غادي تخرج؟ غادي نحسبوها تخرج بالمتر نحولها لأمسترون. بالنسبة ليا هنا عندي 6.623 مضروبة في 10 أس ناقص 34 مقسومة على ياس على 2 بي مضروبة في 9.11 في 10 أس ناقص 31 مضروبة في إش مضروبة في 4.355 في 0.45 5.5 القيمة اللي كتخرج هي 2.656 في 10 أس ناقص 9 متر. نحولها لأمسترون دلتا إكس هادي تولي كتساوي ليا لانسيرتيتيود ماكسيمال دو لا بوزيسيون، عاد زاد هنا بفاصيلة وهنا عاد تضرب في 10 أس ناقص 1 يعني هي 26.56 ياك أمسترون، حيت 10 أس ناقص 10 متر هي الأمسترون. إذن هذه بالنسبة لهذا الإلكترون. إذن هكا كنكونو سالينا التمرين رقم 20، نشوفكم في حصة مقبلة إن شاء الله مع تمرين آخر بالنسبة للوطوميستيك.